السلام عليكم، جاي نشارك معكم الشطون في الفرن اللي كيجي لذيذ بزاف. تبعوا معايا طريقه تحضير البنات. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. صراحه كيجي مكرمل وغزال رائع. المهم البنات، عندي هنايا الشطون كما كتشوفوا معايا، محيده له العظم ديالو وخليته هيدا كما كتشاهدوا، وضفت عليه قزور وبعد نص والملح على حسب الذوق، وتحميره ملعقه صغيره سودانيه البنات على حسب الذوق، والخرقوب نص معلقه، وابزار نص معلقه، وجوج فصوص ديال الثوم محكوكين، والزيت زيتون، ونص ديال حامضه، العصير ديال نص حامضه. وصافي البنات، هنايا كنخلطوا داك الحوت في ديك الشرموله اللي عملنا له، خلطه مزيان مزيان. وصافي هنايا كنخليوها على ما كنعدلو. هنايا البنات اللي عنده لا شابلو كيستعمل لا شابلو، اللي ما عندوش لا شابلو كيستعمل الطحين ديال الصرع. كنضيف عليهم معلقه صغيره ديال بودره الثومه وبودره البصل والملحه، وكنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. كنجيب واحد المول وكنبقاو نعدلو الشطون ديالنا في هاد الدقيق، وكندوروه بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. شوفوا البنات اللي ما عندوش المول بحال هذا مجموع، عنده صينيه كبيره، يقدر يعدل هذه الطريقه على حسب، على شكل القطبان بحال الشوا، كيجيو حتى هما لذادين. كتعدلو في القطبان وكتعدلو في الصينيه وكتدخلو من الفرن، كيجيو لذادين لا في المنظر ولا في المذاق، كيجيو رائعين. صافي البنات، كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالي كامله. وصافي هنا كنكون سالينا الكميه ديالنا، وكندخلوها للفرن اللي يكون سخون باش ما كينشفلناش الحوت اللي كنشعلوها من اعلى ومن الاسفل. وصافي هانتوما من بعد ما طبلينا، شوفوا اللون، صراحه اللون ذهبي والمذاق رائع روعه صراحه، كيجي لذيذ بزاف وكيجي رائع صراحه، كيجي لذيذ بزاف. وصافي هنايا البنات كما كتشاهدوا معايا، كنقدموه على هذا الشكل هذا. يعني يمكن لك انك تقدمه مع خضر هيدا مبخره او مشرمله، كيبقى لك الاختيار. انا البنات قدمته مع لوبيه خضريه مشرمله، جاء رائع معها، جاء روعه، وما بقى ليا نقول لكم الصحه والراحه.